السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تحدثنا فيما مضى عن خلافة، بداية خلافة أبي بكر الصديق، كيف بويع وما أبرز صفاته وما منهجه في الحكم والإدارة، ووقفنا عند الحديث عن أهم أعماله وأبرز آثاره، فنتحدث اليوم عنها إن شاء الله، عن الجهاد في خلافة أبي بكر الصديق الذي قال: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. فما كان أبو بكر رضي الله عنه ليترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن الجهاد فرض نفسه على أبي بكر، فما كاد أبو بكر المستخلف حتى ارتد معظم العرب عن الإسلام، بل نستطيع أن نقول ارتدت جزيرة العرب كلها ما عدا المثلث الحضري، مكة والمدينة والطائف، المدن الكبيرة في الجزيرة، لكن أطراف الجزيرة ارتدت، وادعى بعض أهلها النبوة، وقلب الجزيرة القريب من المدينة المنورة ارتدت ومنعت الزكاة عن أبي بكر، بل اعتدت على المدينة المنورة، وأصبح في كل قبيلة مسلمون قليلون ومرتدون كثيرون، وقام المرتدون في كل قبيلة فقتلوا المسلمين فيها أو هاجموهم واضطروهم إلى التنحي على أطراف بلادهم. نتساءل أولا، ما معنى حروب الردة؟ ما هي حروب الردة؟ الردة تعني الكفر، لكن لما نقول حروب الردة في عصر أبي بكر لا نعني أن كل المرتدين فيها كانوا كفارا، لا نعني هذا، بل بعضهم كان كافرا بلا شك. هؤلاء الذين ادعوا النبوة ارتدوا عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، كما وصف الله عز وجل في سورة الأحزاب: أولئك رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة كافر، ومن أطاعه في ذلك فعقيدته مثل عقيدته، الكفر أيضا. لكن هناك أيضا من منع الزكاة إنكارا لها، إنكارا لها، قال: كنا نؤديها لرسول الله إذ كان فينا، فكيف نؤديها لأبي بكر؟ خلاص، هي كانت فريضة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد. غير أننا نلاحظ أن هناك حالات لا نستطيع أن نصفها ونحن مطمئنون إلى أنها حركات ردة. فبعض المرتدين منع الزكاة بالفعل لكنه لم ينكرها، إنما قال: كنا نؤديها لرسول الله دينا لأنه رسول الله، والآن نخرجها لكن لا نوصلها إلى أبي بكر، لا نوصلها إلا أبي بكر، فإن أبا بكر ليست له سلطة علينا. فإنكارهم ومحاربتهم لأبي بكر كانت من قبيل السياسة وليست من قبيل العقيدة أو من قبيل الدين. هم يحاربون أبا بكر لأنهم يحاربون سلطة المدينة بدافع قبلي، يريدون قبائلهم أن تكون مستقلة لا سلطان لأحد عليها. أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، لماذا نطيع أبو بكر، لماذا نطيع أبا بكر؟ فهؤلاء لا نستطيع أن نصفهم بذلك. الذين أعلنوا استقلالهم عن سلطة المدينة وبقوا على الإسلام ولا ينكرون دفع الزكاة، إنما يخرجونها في قبائلهم فقط، هؤلاء لا نستطيع أن نصفهم بذلك. إذن حركة الردة أطلقت على أصناف عديدة، بعضهم مرتدون بالفعل وبعضهم اقترب من الردة، لكن لا نستطيع أن نجازف بذلك، يعني بعضها كان حركات دينية
أو لها دوافع دينية، وبعضهم كان لها دوافع سياسية أو قبلية، سنتحدث عن هذا بالتفصيل فيما بعد. لكن الوضع كان شديد الخطر، كل الجزيرة العربية تعلن التمرد على سلطان المدينة، إما ردة كاملة أو إنكارا لأحقية أبي بكر في قيادة الأمة وأحقية المدينة في حكم المسلمين. هذا حدث جلل ينبغي لأبي بكر أن يواجهه. ثم إن هؤلاء المرتدين لم يمهلوا أبا بكر، اتسارعوا مباشرة إلى الهجوم على المدينة المنورة، فاضطر أبو بكر للجهاد إليهم لأنهم صائلون، والصائل في الإسلام هو المعتدي، هم اعتدوا على سلطة المدينة وسلطة ولي الأمر الذي بايعه أهل الحل والعقد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أسباب لظهور حركة الردة ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها. هناك أسباب لماذا حدثت هذه الحركة الكبيرة جدا لتسع الجزيرة العربية كلها. ما الذي حدث؟ بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت حركات ردة. تعالوا نتأمل. فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الأسود العنسي في اليمن النبوة، وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وقال أنا نبي ومحمد نبي. يعني هو يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقول أنا نبي مثله، فهذا كفر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. هذان المرتدان مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن ظهرا في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له رأي في مواجهتهم، فأمر أهل المدينة أهل اليمن أن يواجهوا الأسود العنسي الذي ارتد في بلاده، وتمهل في أمر مسيلمة لأنه كان في أخريات في فترة السنة التي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنون في اليمامة أشد شوكة، فلم يكن هناك خطر كبير من مسيلمة الكذاب في ذلك الوقت، إنما فشى خطره وظهر أمره عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض حركات الردة ظهرت في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته أصبحت كالنار في الهشيم، كل الجزيرة العربية ظهر فيها هذا الوباء. فما أسباب ذلك؟ أولها العامل الديني. أهم سبب في ظهور حركة الردة هو العامل الديني. فماذا نقصد بذلك؟ نقصد أن الدين في حياة هؤلاء المرتدين أو من أطاعهم من قبائلهم كان هشا رقيقا لم يتعمق فيهم الإسلام. كيف ذلك؟ هذه القبائل العربية التي ظهرت فيها الردة في أطراف الجزيرة وفي قلب الجزيرة إنما دخلت في الإسلام بعد فتح مكة، يعني في سنة 9 وفي سنة 10 وفي سنة 11 الشهور التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11. وهذه الفترة القليلة سنة 9 و10 لا تكفي أبدا لتعمق الإسلام في نفوس هؤلاء الناس، وبخاصة أنهم بعيدون عن المدينة. قبيلة ترسل وفدا منها من زعمائها 5 6 10 يلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعلنون إسلامهم أو إسلام من أسلم من قبائلهم، ثم يعودون ومعهم عامل النبي صلى الله عليه وسلم، عامل موظف يعني من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئهم القرآن ويعلمهم الصلاة ويعلمهم أحكام الإسلام ويكبي منهم الزكاة. هذه كل صلاتهم بالإسلام، فلم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتربوا من الصحابة، لم يأخذوا الإسلام من أصله، إنما أخذوا الإسلام بواسطة فرد أو فردين ذهب إلى هذه القبيلة ليعلموهما الإسلام، وبالتالي ظلت صلاتهم بالإسلام صلاة واهية وصلاة ضعيفة جدا. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم الإسلام يبدأ أولا هكذا ثم يربو ويزداد وتتعمق العقيدة في نفس المؤمن فيصبح مؤمنا بفضل الله عز وجل. هؤلاء ظلوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين، ظل إسلامهم رقيقا جدا. تعرفوا لما
غزا أبو بكر خالد بن الوليد القائد الذي أرسله أبو بكر، غزا قبائل فزارة وغطفان المتحالفين مع طليحة الأسدي، أسروا رجلا اسمه عيينة بن حصن. عيينة هذا كان زعيم بني فزارة، أسره خالد وأرسله إلى أبي بكر في المدينة أسيرا. فكان صبيان المدينة ينخسونه بالجريد في جنبه ويقولون: يا عدو الله، كفرت بعد إسلامك؟ كفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قط، ما كنت آمنت بالله قط، رغم أنه زعيم القبيلة وأعلن إسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. هو يقصد ماذا؟ يقصد أن الإيمان الحقيقي الذي تحدثون عنه أنا لم أعرفه، إنما عرفت الإسلام فقط، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصليت ودفعت الزكاة وأديت يعني هذه المناسك المحدودة، ولكن معنى الإيمان لم يمس شغاف قلبي، لم يدخل في نفسي، لم يتعمق في روحي، وبالتالي ظلت صلتي بالإسلام صلة واهية جدا. فلما رأيت الناس ارتدوا ارتددت معهم وشاركت في سفاهتهم. يقول: والله ما آمنت بالله قط. وصدق الرجل إذ كان إيمانه هشا رقيقا، ليس إيمانا حقيقيا. هذا العامل الديني، ضعف تدين هذه القبائل أدى بها إلى انفراط عقدها وردتها عن الإسلام فور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا العامل السياسي، كل قبيلة قبل الإسلام كانت تحكم نفسها بنفسها، لا تسلم قيادها إلى أحد، لا توجد قبيلة تقول أنا ضعيفة وهؤلاء أقوياء سأستسلم لهم، بالعكس كان كل قبيلة ترى في نفسها القوة والقدرة على مناطحة بقية القبائل. فكانت الحروب مستعرة بين قبائل العرب، كل يوم في معركة، كل يوم في حرب جديدة بين قبيلة فلان وقبيلة فلان، كل قبيلة ترى نفسها وحدها ولا ترى غيرها، ترى أنها أحق بالسيادة من غيرها. هذا الكبر، هذه الكبرياء كان جزءا من تكوين الإنسان العربي. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، فلماذا نخضع لقريش؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تساءلت هذه القبائل: لماذا نخضع لأبي بكر؟ ما مزيد كل العرب؟ ما مزيد قريش؟ قبيلة مثل بقية القبائل، صحيح فيها الكعبة، سدنة الكعبة في مكة كانوا من قريش، صحيح أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم قبيلة مثل بقية القبائل، فنحن لا نخضع لهم، قبائلنا لا تخضع لهم. فكان تمرد هذه القبائل في الأساس تمرد سياسي، لا تريد قبيلتهم أن تخضع لقريش، ويرون أن دفع الزكاة لقريش معناها الخضوع، كأن ندفع لهم الجزية، كأن ندفع لهم أتاوة، ندفع لهم ضريبة من عندنا. لماذا ندفع لهم ضريبة من عندنا؟ عندهم فقراء وعندنا فقراء، وصحيح هم يوزعون الزكاة في فقرائنا أولا، لكن يأخذون الباقي إليهم، ونحن لا نريد ذلك لا في دولة مركزية ولا. فالعرب لم تكن قبائلها تؤمن بمركزية الدولة ولا بواحدية القيادة، لا يريدون قائدا واحدا، إنما كل شيخ قبيلة هو القائد لها، كل شيخ قبيلة هو قائدها، هو رئيسها. لذلك رفضوا رئاسة أبي بكر، رفضوا قيادة الصحابة، رفضوا زعامة قريش، لأنهم يرون أنفسهم أحق بالسيادة من قريش. هناك عامل سياسي آخر، سجاح هذه إحدى المرتدات، امرأة ادعت النبوة، امرأة ادعت النبوة، أمست نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يعني كل الذين ادعوا النبوة، طليحة والأسود العنسي ومسيلمة، كانوا رجالا ذكورا، أما هذه فكانت امرأة، يعني كانت تدادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في ادعاء النبوة. سجاح هذه يعني امرأة من بني تميم، نشأت عند أخوالها في تغلب، وتغلب هذه قبيلة في العراق، وكانوا حلفاء الفرس، والغالب أن الفرس هم الذين حرضوا تغلب، قبيلة تغلب، وحرضوا سجاح على ادعاء النبوة حتى يشغلوا
الدولة الإسلامية عن غزو الفرس حتى يشغلوا المسلمين الذين ظهرت قوتهم في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يشغلوهم عن الطموح إلى ما وراء ذلك وعن مهاجمة الفرس وأعوان الفرس. لذلك فإن سجاح ردتها غريبة جدا، آمن ادعت النبوة وذهبت إلى قبيلتها في تميم وقالت لهم أنا نبي فأيدوني، ذهب مع أخوالها في تغلب فأصبح عندها جيش، قالت أنا أريد أغزو المدينة مباشرة هكذا، فقالوا لها المدينة قوية، أبو بكر عنده جيش قوي، لكن نغزو مسيلمة. فغزت مسيلمة وحصل بينهم اتفاق ود صلح، لأن جيش خالد هاجم مسيلمة في ذلك الوقت، فاصطلح الرجل مدعي النبوة مسيلمة والمرأة السجاح وانسحب السجاح، ثم لم نرى لها أثرا بعد ذلك، كأنها تبخرت. أين ذهب السجاح؟ أين؟ يقال أنها أسلمت، لكن أين هذه الردة الخطيرة، هذه الحركة الخطيرة؟ لماذا تبخرت بهذا الشكل؟ لأنها كانت ألعوبة في يد الفرس، هكذا يزعم الأستاذ العقاد أن الفرس كانوا وراء ردة سجاح هذه ليخلقوا جوا من الفوضى في الدولة الإسلامية في هذا الوقت الحساس. أيضا على حدود الفرس في البحرين كان في ردة اسمها ردة البحرين، وكان الرجل الذي ادعى النبوة فيهم اسمه الحطم ابن ضبيعة. الحطم هذا يعني كان زعيما من زعماء البحرين، بتحريض الفرس أيضا ادعى الثورة، العرب يقولون ادعى النبوة يعني، لكنه كان ثائرا على سلطان المدينة المنورة. إذن الفرس كانوا وراء هذه الحركات التي تعبر عن الردة أيضا في الأجزاء المجاورة لبلاد فارس. تمام، يبقى عندنا العامل السياسي ندلل عليه برغبة القبائل في الاستقلال وبدور الفرس في إشعال هذه الردة في المناطق التي جاورتها. عندنا أيضا العامل القبلي، قلنا أن القبيلة هو وحدة سياسية مستقلة، فلما ظلوا طول حياتهم على ذلك نعيش وحدنا لا أحد يتحكم فينا، يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصبنا أو نغير على واتري، قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا فما ينقضي إلا ونحن على شطري، يعني نحن نغير ويغار علينا، نحن مستقلون لا أحد يحكمنا. لكنهم رأوا قريشا تحكمهم، لماذا؟ لأن نبيا ظهر في قريش. حسنا، النبي إذن هو الذي يعطي للقبيلة وجهتها ويعطي لها سلطانها، فليكن منا نبي. فأصبحت القبائل القوية تدعي النبوة فيها. اليمامة قبيلة بني حنيفة في اليمامة قبيلة قوية جدا، فقالوا لا نخضع لقريش، هم منهم نبي يكون منا نبي، مسيلمة. اليمن بلد واسعة وطويلة وعريضة وقوية، وهم أصل العرب، فقالوا لماذا نطيع قريشا؟ لأن منهم نبي فليكن منا نبي. فظهر عندهم الأسود العنسي، تحالف قبائل في وسط الجزيرة من غطفان وفزارة بنو أسد، تحالفوا معا وادعوا أن طليحة نبي. إذن المسألة، ظنوا أن المسألة كلها مسألة كهانة وأشجاع وقيادة وأتباع كما يقول السادة العقاد. ففي ظرف سنة واحدة وجدنا حوالي 5-6 ممن يدعون النبوة، بينما في خلال ألوف السنين لم نرى نبيا ظهر في جزيرة العرب حتى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني منذ زمن إسماعيل عليه إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام ظهر أنبياء من العرب. نعم، ظهر هود عليه السلام، ظهر صالح عليه السلام، ظهر شعيب عليه السلام، لكن هذا كان منذ زمن طويل جدا ولم يظهر نبي بعدهم. حتى نجد في سنة واحدة 5-6 يدعون النبوة، لماذا؟ بهذا العامل القبلي، حتى تسود قبائلهم وترتفع قبائلهم. أحد زعماء العرب لما دعيت قبيلته إلى الإسلام، بني عامر لما دعوا إلى الإسلام رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قبيلتهم، كانوا في موسم الحج والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فرفضوا. فلما عادوا إلى قبيلتهم شيخ من شيوخ القبيلة سألهم ما الذي حدث؟ قالوا جاءنا رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم،
فقال: فماذا قلتم؟ قالوا: رفضنا. سألهم: لماذا؟ لماذا رفضتم؟ والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق. يعني ما ادعى رجل من بني إسماعيل النبوة أبدا، فما دام هذا الرجل قال أنا نبي إذن هو نبي. هذا التاريخ يثبت أن ادعاء النبوة لم يكن موجودا في العرب. فلماذا في ظرف سنة واحدة نجد 5-6 يدعون النبوة؟ لتقليد قريش، لاتباع المنهج الذي اتبعته قريش. سادت بسبب أن فيها أن ظهر فيها أن نبيا قد ظهر فيها، فهم يريدون أن يعني يسيروا على نفس المنهج ويدعوا أن نبيا ظهر فيه، مما يدل على أنها الروح القبلية كانت حاضرة بقوة في حركات الردة. هذا الحوار الذي حدث بين طلحة النمري أحد بني نمير، طلحة النمري هذا كان أحد أصحاب مسيلمة الكذاب، فلما حدثت المعركة قال لمسيلمة: أشهد أنك كذاب. قال لمسيلمة الذي يدعي النبوة وهو رجل يدعي أنه من أصحاب مسيلمة وأنه تابع له، فلما جد الجد قال: أشهد أنك كذاب يا مسيلمة وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. أنت من قبيلتنا، أنت من ربيعة، ومحمد من قريش من مضر، أنا أتبعك أنت وأنت كذاب أحب إلي من أن أتبع محمدا ومحمد صادق، لأنك من قبيلتنا ومحمد ليس من قبيلتنا. فهمتم؟ فالقصد هو إعلاء العصبية القبلية على هذا النحو. العامل الديني أن الإيمان لم يتغلغل في نفوس الناس، وأن صلتهم بالإسلام منذ أعلنوا إسلامهم كانت صلة واهية، لأنهم أسلموا متأخرين جدا في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتعرضوا لما تعرض له بقية المسلمين من أجواء الإيمان وتربية المؤمنين ودعوة الصادقين من أهل الإيمان. السبب الثاني أو العامل الثاني هو العامل السياسي، حيث رفضت كل قبيلة أن تخضع لقريش لأنها ترى نفسها أحق بالسيادة، ولأن قبائل العرب كانت تنفر من السلطة المركزية، تريد ألا يحكمها أحد، ترفض أن تخضع لقبيلة أخرى، فرفضت حكم قريش. وأيضا نقول إن الفرس كانوا من وراء هذه الحركات، حيث أيدوا حركة سجاح في الغالب، في غالب الظن يعني، وأيدوا حركة الحطم ابن ضبيعة في البحرين أيضا، فالفرس كانوا وراء بعض هذه الحركات. ثم العامل القبلي، كما قلنا كل قبيلة سألت نفسها: لماذا سادت قريش علينا؟ لأن منهم نبي، فليكن منا نبي كما أن لقريش نبي، فادعوا النبوة من أجل ذلك. والرجل قال لمسيلمة: أنت كذاب ومحمد صادق، لكن أنت من قبيلتنا فأنت أحب إلي من محمد. نأتي الآن إلى الحديث عن حركة الجهاد ضد هؤلاء المرتدين في خلافة أبي بكر. قلنا إن بمجرد استخلاف أبي بكر ظهرت حركة الرد، ومنعت القبائل القريبة من المدينة، منعت وصول الزكاة إلى المدينة، ثم بدأت تتجهز لغزو المدينة نفسها. إذن ينبغي أن ننفي عن ذهننا خاطر أن أبا بكر كان منذ البدء مستعد لقتال هؤلاء ومتحرك إلى قتال هؤلاء ويريد إشعال الحروب، لم يكن كذلك، بل العكس، بالعكس كان أبو بكر مشغولا بإنفاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بلاد الروم، بإنفاذ بعث أسامة. آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفذوا بعث أسامة. فأبو بكر لما تولى كان همه الأول أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز جيش أسامة بالفعل وأمره بالانطلاق إلى مؤتة أو إلى جنوب الأردن لحرب الغساسنة والقبائل المتحالفة مع الروم هناك. فلو كان أبو بكر
ينوي حرب المرتدين حربا شاملة في هذا الوقت لما أنفذ دعوة أسامة، لكنه لم يكن يتصور أن حركة المرتدين ستبادر إلى غزو المدينة وإنها وصلت إلى هذا الحد من الخطر. لكن كان في بعض المسلمين موجودون في المدينة، موجودين في المدينة، فجيشهم أبو بكر الصديق واستطاع مواجهة هؤلاء المرتدين. الحركة الأولى في حرب المرتدين جاءت من مانع الزكاة وليس من مدعي النبوة. تأملوا، يعني بعض الناس يظن أن مدعي النبوة هؤلاء أخطر وسيسارعون بالهجوم على المدينة الأول. لا، كان مانع الزكاة الأخطر لأنهم الأقرب من المدينة. تصوروا أن معظم حركات مدعي النبوة كانت في الأطراف، في اليمن بعيد عن المدينة، في اليمامة بعيد عن المدينة، في البحرين بعيد عن المدينة، طليحة اللي كان قريب من المدينة، لكن معظم القريبين من المدينة كانوا من مانع الزكاة، من هذه القبائل مانع الزكاة. لكن هنا ننتبه إلى شيء مهم جدا. أحدنا يسأل نفسه، هل في فارق فعلا يعني حقيقي بين ردة مانع الزكاة وردة مدعي النبوة؟ هل في فارق بينهم؟ هل كان ممكن أبو بكر مثلا يؤخر قتال مانع الزكاة ويبدأ بقتال الذين ادعوا النبوة؟ لأنهم الأخطر في صلب العقيدة، يضرب في صلب العقيدة ادعاء النبوة مباشرة، بينما مانع الزكاة يعني يؤمن بمعظم الإسلام إلا الزكاة، فنبدأ بهذا الذي ينكر الإسلام كله ونؤخر هذا الذي ينكر بعض الإسلام. لم يكن ذلك فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر كان يدرك ما لم يدركه بعض الباحثين من أن الحركتين واحد، الحركتين حركة واحدة في الحقيقة، لكنهم وزعوا الأدوار. القبائل البعيدة عن المدينة أدركت أن جيوش المدينة صعب أن تصل إليهم أو ظنوا ذلك. الدولة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم في حال مرتبك ومضطرب، ومعظم جيش المدينة ذهب لحرب الروم، وبالتالي يعني لن يستطيع أبو بكر أن يهاجمنا في الأماكن هذه، فادعوا النبوة. لكن قريبين من المدينة كانوا يخافوا، كانوا يخافون، فقالوا يعني نكتفي بمنع الزكاة ونشوف، بدليل وتؤمن بأن خذ منه الزكاة اليوم أو تنكر الزكاة اليوم وتنكر الزكاة غدا، إذا كنت كذلك فإنك ستكون مع أبي بكر ضد من ادعى النبوة، صح ولا لا؟ يعني أنت مسلم تقول الإسلام كله يعني يلزمني، لكن فقط أنا أوزع الزكاة في بلدي، إذن أنا مسلم أوزع الزكاة في بلدي ولا أعطيها للمدينة، لكن أنا مسلم. كذلك ظن بعض الصحابة، عمر بن الخطاب قال لأبي بكر كيف تحارب، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال لأنهم لم يقولوها بحقه. فالذين منعوا الزكاة تحالفوا مع مدعي النبوة، تصوروا هذا. رأينا أن القبائل القريبة من المدينة التي هاجمت المدينة كان يقودهم من، أو من أكبر قادتهم من؟ كان حبال ابن خويلد أخو طليحة ابن خويلد الذي ادعى النبوة. يعني أحد مدعي النبوة ساعد هؤلاء بجيش، ساعد مانع الزكاة بجيش. فلو كان مانع الزكاة على الإسلام لرفضوا هذا وقالوا نحن نحاربك، أنت تكفر بالإسلام، نحن مسلمون فقط لا نؤدي الزكاة للمدينة، لكننا مسلمون فلا نقبل مساعدتك، بل نحن نحاربك مع أبي بكر. لم يكن هذا جوابهم، بل كان جوابهم أهلا وسهلا ساعدنا، كلنا في الهم واحد، كلنا نؤمن بعقيدة واحدة إنه ما في إسلام. هؤلاء يدعون النبوة وهؤلاء يمنعون الزكاة إنكارا لها، لكنهم لا يجرؤون على القول بالكفر بالإسلام لأنهم قريبون من المدينة، يخافون من المدينة، فقالوا لو قلنا نحن نكفر بالإسلام لحاربتنا المدينة وحاربنا المتحالفون معها، فنحن نقول شيئا فشيئا، نقول نمنع الزكاة الآن، فإذا قبلوا هذا نمنع الصلاة بعد قليل، فإذا قبلوا هذا نمنع الإسلام كله. أخذوه بالتدريج. إذن الفارق هو مبلغ الخوف
من سلطان المدينة. الباعدون عن المدينة ادعوا النبوة لأنهم يظنون أنهم في مأمن ببعدهم، والقريبون من المدينة منعوا الزكاة فقط لأنهم يخافون بسبب قربهم من المدينة من إنكار الإسلام كله، بدليل أنهم قبلوا مساعدة طليحة الأسدي الذي ارتد وادعى النبوة، قبلوا مساعدته وأخوه ذهب إليهم وساعدهم في هذه الحرب. أرسل هؤلاء مانع الزكاة إلى أبي بكر يقولون نحن نؤمن بالإسلام كل ما عدا الزكاة لن ندفعها إليك. فقال أبو بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه، وردهم. فرجعوا بعد ما دخلوا المدينة وتأكدوا أن جيش المدينة غادرها وذهب لحرب الروم. جيش من؟ أسامة بن زيد. جيش أسامة بن زيد غادر المدينة وذهب إلى الروم وذهب لحرب الروم، فالمدينة ليس فيها. فقالوا نحن نهاجم المدينة هذه في وسطنا. بأن المرتدين من بني ذبيان وعبس وثبوا على المسلمين في هذه القبائل وقتلوها وقتلوهم كل قتلة وشردوهم وأحرقوهم بالنار. قتلوا المسلمين وأحرقوهم بالنار وهم أبناء قبيلتهم وهم أبناء قبائلهم. وثم بعد ذلك ساعدهم طليحة بأخيه فهاجموا المدينة، فاستعد لهم أبو بكر بمن بقي في المدينة من الرجال واستطاع أن يهزمهم بالفعل ويردهم إلى قبائلهم. ثم بعد قليل رجع جيش أسامة بن زيد فاستقوى به أبو بكر، أراحهم بعض أيام، ثم سار بمن خف معه فهاجموا هذه القبائل في أماكنها، واستطاع أبو بكر أن يهزمهم وأن يجليهم عن بلادهم وانتهت ردة مانعي الزكاة القريبين من المدينة. الآن عندنا أبو بكر يشعر بالانتصار على هذا الخطر القريب، الحمد لله ربنا أراحنا منه. بقي أن نواجه هؤلاء المرتدين في أطراف الجزيرة العربية. تصوروا أن أبو بكر رضي الله عنه في وقت قريب جدا يرسل 11 جيشا لحرب المرتدين، 11 جيشا يقودهم أبطال الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين ويشاركهم في هذه الجيوش الأنصار. أرسل جيشا إلى اليمن وأرسل جيشا إلى عمان وأرسل إلى البحرين وأرسل إلى قضاء وأرسل إلى غيره. وجدنا أبطال الصحابة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة والعلاء بن الحضرمي وخالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من أبطال الصحابة يقودون هذه الجيوش 11. نبدأ بحرب طليحة ابن خويلد الأسدي. بنو أسد كانوا قريبين من المدينة في الشمال الشرق المدينة. فأبو بكر رضي الله عنه أرسل خالد بن الوليد، فاستطاع خالد أن يحيط بطليحة ابن خويلد ويشد عليه يضيق عليه الخناق حتى هزمه عدة مرات، وطليحة متلفف في كسائه يقولون له يعني ماذا بعد، يقول انتظروا الوحي انتظروا الوحي. فحتى يعني مل منه أحد قادتي وقال يا بني فلان إن رجلكم إن نبيكم هذا كذاب، فمن استطاع أن يفعل مثلي فليفعل، وركب دابته وفر. ففر الناس من حول طليحة ابن خويلد الأسدي وانهزم طليحة، ثم سار بعد هزيمته فارا وهاربا إلى الشام فاستقر هناك وأسلمت قبائلهم. القبائل هذه المتحالفة معه أسلمت، أسد وغطفان وعامر، بل إن طليحة نفسه أسلم. طليحة نفسه عاد إلى الإسلام مرة ثانية وخرج إلى مكة معتمرا. فقال الصحابة لأبي بكر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طليحة يريد مكة للعمرة، قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام.
ليست بيننا خصومة شخصية، الذي بيننا وبينه هو هذا الدين، ما دام دخل في الإسلام خلاص خيرا وبركة إن شاء الله. سجاح قلنا إني أصلها من تميم، لكنها نشأت عند أخوالها من تغلب، وحركها أخوالها من تغلب وحركها الفرس حتى سارت بقوتها إلى تميم، تريدهم أن يغزوا المدينة. خلاص بنو تميم كانوا مترددين، هم كانوا مانعين من الزكاة، لكنهم أطاعوا سجاح هذه، وهذا يدل أيضا على أن مانع الزكاة كانوا في الحقيقة مرتدين. إذا كنتم أنتم تمنعون الزكاة وتؤمنون بالإسلام، فكيف تطيعون امرأة تدعي النبوة وتكفر يعني بالدين الخاتم؟ أطاعوا سجاح ولكنهم صرفوها عن المدينة، قالوا لا، المدينة فيها قوة كبيرة، نتجه نحن إلى مسيلمة فنسيطر على اليمامة، واليمامة بلد غنية جدا، فنأخذ أموالها ونتقوى بها ثم نحارب المدينة. وأطاعتهم في ذلك، وذهبت إلى مسيلمة الكذاب تريد أن تغزو بلاده. مسيلمة يعني الروايات عجيبة جدا، تقول إنه عاملها كالأنثى، يعني عاملها على أنها أنثى وليست نبية، فيعني عرض عليها عواطفه وغرها بحلو حديثه حتى قبلت الزواج منه. قال لها يعني نتزوج وأنا أكون نبي وأنت نبية ونتزوج مع بعض، يعني ننجب أنبياء صغار، يعني ما في مشكلة في هذا. وقالوا لها، قالت له طيب أنا موافقة، أسأل قومي. فقومها قالوا وما مهرك؟ فعادت إلى مسيلمة، ما مهري؟ قال يعني أسقط عن أتباعك صلاة العصر، لا يصلون العصر. قالت وماذا أيضا؟ قال نصف غلات اليمامة، يعني نصف ثمار اليمامة. فأطاعته في ذلك. طب ما معجل الصداق؟ قال لها أعطيك الربع الآن والربع بعد ما ينتهي الخطر علينا وينسحب خالد بن الوليد، لأنه في الطريق إلينا. فوافقته على ذلك، لكن خالد لم يمهله، سار خالد وأغذى السيرة حتى وصل إلى اليمامة، وكانت معركة كبيرة جدا. هنا فرت سجاح وعادت إلى بني تغلب، قبيلتها، في قبيلة أمها، أخوالها من بني تغلب، عادت إلى هناك واختفت أخبارها، ويقال أنها أسلمت بعد ذلك. ننتقل الآن إلى أخطر حركات الردة، ردة مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة الكذاب كما في رواية البخاري جاء إلى المدينة قبيل وفاة النبي أو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة عرضوا الإسلام وأسلموا وتركوا مسيلمة، لم يرضى أن يذهب معهم وبقي في خيمته، لم يرد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، حتى وقف عليه وقال، ومسيلمة كان يقول لو جعل محمد لي الأمر من بعده تبعته، لو جعل محمد لي الأمر من بعده، يعني أكون نبي بعد ما هو يموت، أكون قائد وزعيم العرب بعد ما هو يموت، أنا موافق وأنا أتبعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة من جديد، لو سألتني قطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أمر الله فيك، لن تتجاوز أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، يعني أنت هالك لا محالة، لأن الله عز وجل يحاربك. المشكلة في ردة مسيلمة والتي يعني أدت إلى كثرة أنصاره، أن رجلا من بني حنيفة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته فترة، اسمه الرحال، اسمه وفي يعني قول آخر الرجل، يعني بالنقطة أو بغير النقطة. الرحال نهار بن عنف، وهذا كان أحد زعماء بني حنيفة وعاش مع الصحابة في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى قومه قال أشهد أن رسول الله شهد لمسيلمة بالنبوة. فكانت هنا الكارثة، لأن بني حنيفة صدقوا هذا الرجل، هذا كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا إن هذا الرجل هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه
والرحال يجلس معهم، وكان معهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ضرسه في النار أكبر من جبل أحد. فارتعب أبو هريرة: إن أحدكم ضرسه في النار أكبر من جبل أحد، يعني أحدهم في النار، وكلهم كل هؤلاء من الصحابة. فلما ارتد الرحال اطمأن أبو هريرة، كان يخاف على نفسه، فلما ارتد الرحال يعني اطمأن أبو هريرة، لأن فتنة الناس بالرحال كانت أكبر من فتنتهم بمسالمة، ولولا الرحال ما شاع أمر مسالمة. لكن على كل حال أصبح مسالمة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو أخطر. أربعون ألف رقم كبير جدا في جزيرة العرب. فصار إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت أعنف حرب خاضها المسلمون في حروب الردة. المسلمون انهزموا في بداية الأمر، حتى وصل مسالم إلى خيمة خالد، لكنهم تداعوا بعد ذلك، نادى بعضهم على بعض وقال خالد: امتازوا أيها الناس حتى نعلم من أين نؤتى. كل قبيلة تقف عند رايتها حتى نعرف أي قبيلة تفر، من الذين يفرون ويلصقون بنا هذا العار، عار الفر من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فامتاز الناس واستبسل قراء القرآن، وكانت هذه الفاصلة أن قراء القرآن ثبتوا في أماكنهم وسطروا بطولات هائلة جدا، سطروا بطولات هائلة جدا وثبتوا الناس، وبدأ خطباء الصحابة يخطبون في الناس ويثبتونهم ويقبحون إليهم الفرار ويحضونهم على الهجوم، حتى أنزل الله عز وجل النصر على المؤمنين، واستطاعوا أن يصلوا إلى قلب جيش مسيلمة، وفر مسيلمة ومعه، ودخلوا في حديقة يقاتلون في تصور ألوف الناس في حديقة، سماها المسلمون بعد ذلك حديقة الموت، لأن كل من في الحديقة تقريبا من أنصار مسيلمة قتل، ألوف قتلوا. فمسيلمة نفسه قتل، قتله من؟ وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه، فكان يقول: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. يقصد أنا قتلت حمزة خير الناس وقتلت مسيلمة شر الناس. ضربه وحشي بحربة فخر صريعا، انتهى خطره. لكن طولات الصحابة بئسما عودتكم أنفسكم يا معشر المسلمين، اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء، ويشير إلى مسيلمة، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، ويشير إلى المسلمين الذين فروا. وما زال يجالدهم بسيفه ويهتف في المسلمين: يا معشر المسلمين، أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطان، والعزة لله ولرسوله ولأحزابه، أروني كما أريكم، يعني قاتلوا كما أقاتل. وما زال يقاتلهم حتى استشهد رضي الله عنه وارضاه. زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، زيد بن الخطاب لما رأى انكشاف الناس وفرارهم في بداية الأمر قال: والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم، لا أتكلم اليوم حتى نهزم هؤلاء المرتدين، أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. عضوا على أضراسكم، يعني لا تشغلوا بغير القتال، شدوا العزم، يعني عضوا على أضراسكم أيها الناس، واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وما زال يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وارضاه، زيد ابن الخطاب. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة كان حافظا للقرآن، فقال: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال. القرآن ليس كلاما فقط، القرآن فعل وعمل وحركة وجهاد وصدق مع الله سبحانه وتعالى. زينوا القرآن بالفعال. وما زال يقاتل حتى استشهد، واستشهد معه في نفس الموطن سيد مولاه
سالم مولى أبي حذيفة وكان أيضا حافظا للقرآن، واستشهد في موقع واحد، حفر كل واحد منهم لنفسه مكان في الأرض ونزل في هذا المكان حتى لا تحدثه نفسه بالفرار، وما زال يقاتل حتى استشهد، فكانت رأس هذا عند ساق هذا وساق هذا عند رأس هذا، واستشهد الرجلان الحافظان لكتاب الله عز وجل في نفس الموقع. البراء بن مالك سطر البطولة، هو الذي فتح باب الحديقة، قال احملوني أيها الناس، حملوه على ترس وألقوه في داخل حديقة، والحديقة فيها ألوف الناس من بني حنيفة، وما زال يقاتلهم بسيفه حتى تمكن من فتح الباب، ففتح الباب للمسلمين ودخلوا فتحقق لهم النصر. قلنا قتل زيد بن الخطاب، فلما عاد زيد، لما عاد عبد الله بن عمر وكان في المعركة، عاد ورآه أبوه عمر، تذكر زيد وكان شديد الحب له، فقال يا عبد الله بن عمر ألا هلكت قبل زيد؟ يعني أنت ترجع وعمك لا يرجع؟ لماذا لم تقاتل حتى قتلت مثلما قتل عمك؟ استشهدت مثلما استشهد عمك؟ ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد وأنت حي. فقال عبد الله لقد حرصت على ذلك أن يكون، والله يعني حرصت على أن أكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، حرصت على الشهادة مثل عمي، ولكن نفسي تأخرت، الله قدر لي الحياة وقدر له الشرف فأكرمه الله عز وجل بالشهادة. يقول لقد حرصت على ذلك أن يكون، ولكن نفسي تأخرت فأكرمه الله بالشهادة. هذه البطولات ما يعني ما زالت تعطينا الزاد، حملة القرآن هم الذين غيروا مسار المعركة، واستشهد كثير منهم، فكان استشهادهم دافعا لأن عمر رضي الله عنه نصح أبا بكر بعد ذلك بأن يجمع القرآن، لأن حمال القرآن، حملة القرآن، حفظة القرآن، استشهد كثير منهم في معركة اليمامة هذه وفي ردة مسيلمة. نصل إلى ردة خطيرة أيضا من هذه الردات، ردة الأسود العنسي في اليمن. عنسة قبيلة كبيرة في اليمن، والأسود هذا كان اسمه عبهلة ابن كعب ابن عوف عبهلة، وكان يلقب بذي الخمار لأنه كان دائما معتما مختمرا، يعني يلبس العمامة ويلبس الخمار يعني حتى يغطي وجهه، وكان قبيحا لكن أصحابه كانوا يقولون هو شديد الجمال، فيخاف الناس، يخاف أن يفتن الناس بجماله فيغطي وجهه. هذا الأسود الكذاب ادعى النبوة بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع سنة 10، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع سنة 10 ارتد الأسود العنسي واتبعته مدحج القبائل اليمن، فكانت ردته أول ردة في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يوسع سلطانه في اليمن، ومعظم اليمن أصبحت تابعة له، حتى شمل ما بين حضرموت إلى الطائف في الشمال ومناطق البحرين والإحساء في الشرق إلى عدن في الجنوب، كل هذه المنطقة أصبحت تابعة لمن؟ للأسود العنسي، خطر كبير جدا. لذلك فتجمعت القبائل التي ثبت على الإسلام مثل حضرموت وبعض التجمعات القبلية تجمعت في مكان ثاني، فبدأ يشعر بخطر هذا حتى أرسل كتاب إلى من باليمن من المؤمنين ثبتوا على إسلامهم من أمراء اليمن ومن تبعهم، فيأمرهم بقتل الأسود العنسي. ستنفذ الفتنة، بعضهم استطاع بالأن يغتال الأسود العنسي، ومن خلال يعني قصة ظريفة جدا، الأسود هذا اعتدى على أمير اليمن في وقته، حاكم اليمن في وقته، واغتصب زوجته، يعني تزوج امرأته غصب عنه، فكان المرأة اسمها أزاد، فاتفقت المرأة أزاد هذه مع زعماء المؤمنين في اليمن على أن تمكنهم من دخول دار الأسود العنسي، فنقبت الحائط، حائط الدار من جهتها، ونقبوهم حائط الدار من خارجها على في عدة أيام وأسابيع
حتى لم يبق إلا حجر. ففي الليلة الموعودة انتظرت حتى نام الأسود العنسي وأزالت هذا العائق الذي بقي، ودخل الناس من النقب المكان الذي حفروه هذا، دخل مجموعة من الصحابة منهم فيروز الديلمي، ودخلوا حتى سيطروا على الأسود العنسي وهو نائم في فراشه، فذبحوه ورموا رأسه إلى أنصاره في الخارج، فمضوا ولم يحدث قتال بعد ذلك. لكن استطاعوا أن يجمعوا نفسهم، نادوا بالتكبير، نادوا بالأذان، فتجمع المؤمنون من كل مكان، وبدأت المعركة في اليمن لإنهاء خطر أتباع الأسود العنسي. فترة طويلة استمرت حتى استطاعوا القضاء على كل المرتدين في اليمن. ولا تأمل أسماء القادة: عكرمة بن أبي جهل، المهاجر بن أبي أمية، جرير بن عبد الله البجلي، ثلاثة من القادة وغيرهم، يعني جيوش، حتى تمكنوا من إبراء اليمن من هذه الفتنة ومن هذه الردة والقضاء على بقية أنصار الأسود العنسي. نأتي إلى ردة أهل البحرين. البحرين لما نقول بحرين لا ينصرف الذهن إلى البحرين الآن، البحرين الآن هذه الجزر في البحر، لكن البحرين القديمة كانت تشمل منطقة شرقية من السعودية الآن، الإحساء والقطيف والأفوف، وهذا الساحل الشرقي كله كان يسمى البحرين مع الجزر الموجودة حاليا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي لدعوة أهل البحرين، ملك البحرين، إلى الإسلام، فأسلم المنذر بن ساوى العبدي. لكن المنذر توفي عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ارتد أهل البحرين. لما مات ملكهم المسلم هذا المنذر بن ساوى، ارتد أهل البحرين وثبتت قبيلة عبد القيس، وكان زعيمهم الجارود ابن المعلى العبدي، فجمعهم وثبتهم الله به على الإسلام. الجارود هذا سألهم: أيها الناس، أتعلمون أن لله أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فماذا فعلوا؟ قالوا: ماتوا. الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا. قال: فإن محمدا مات مثلما مات الأنبياء من قبل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثبت الله عز وجل به عبد القيس، قبيلة عبد القيس، على الإسلام، حتى أرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي مرة أخرى في جيشه، فتعاون مع الجارود ومن معه من المؤمنين، واستطاعوا هزيمة المرتدين وقتل زعيمهم الحطم ابن ضبيعة. حركات ردة أخرى كانت موجودة في عمان، وموجودة في مهرة، وموجودة في تهامة، ولكن جيوش أبي بكر يقودها حذيفة بن محصن غلفاني، ويقودها عرفجة بن هرثم البارقي، ويقودها عكرمة بن أبي جهل، ويقودها خالد بن أسيد الأموي، ويقودها الطاهر بن أبي هالة. هذه الجيوش تعطي القضاء على كل هذه الحركات من حركات الردة في ذلك الوقت. وبرئت الجزيرة العربية بفضل الله عز وجل من المرتدين حتى قيام الساعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحاضرة القادمة نتناول فتوحات الإسلامية إن شاء الله.